أعلن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية أن اللجنة لم تتلقى أي ترشيحات خلال اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية. هذا ومن المقرر أن يستمر فتح باب تلقي الطلبات حتى 14 من الشهر الجاري. طبعا احنا في نهاية اليوم الأول نرحب بحضراتكم تاني، وبنعلن النهاردة ختام اليوم الأول للجنة تلقي أوراق الترشح، وما لم يتقدم أحد واللجنة مستمرة إن شاء الله لغاية يوم 14/10 في استقبال كل من يرغب في تقديم طلب الترشح. بشكر حضراتكم ونتابع مع بعض إن شاء الله، كل يوم هنطلع ببيان أو مؤتمر نبين ما تم في خلال يوم من الأيام بتاعت 10 أيام الخاصة بتلقي أوراق الترشح إن شاء الله.